وبما أن بلادنا اختارت منذ البداية إعطاء الأولوية لحفظ صحة المواطن وجعلها فوق كل اعتبار، ولأننا لحد الساعة حققنا إيجابيات كثيرة، وللحفاظ على هذه الإيجابيات على المستوى البيئي على المستوى الصحي، فقد تقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية وتمديد الحجر الصحي لمدة 3 أسابيع أخرى، مع العلم أن الحكومة أعدت رؤية عامة لتدبير الحجر الصحي خلال المرحلة المقبلة في أبعاده المركزية والقطاعية مما سأشرحه بعد قليل.